الكوره دي بتجري في دمي يعني. ما اقدرش استغنى عنها. لما عملت اختبارات كان اول واحد اخترته عمار. الله هو طبيعته كده يعني من ساعه ما اتولد هو الكوره في دماغه. انا شايفه مستقبله كويس والله، هو بيلعب حلو. بتنبأ له ان هو هيبقى من الحراس بتاعت مصر اللي مكملين